نتواصل أيها الحفل الكريم أشواطنا المستمرة في انطلاقتها الشوط الثامن هنا في ميدان سيف العرب. تتواصل الانطلاقة الشوط الثامن الخاص بالجعدان، تعلن انطلاقته قبل قليل. تنافس الحقائق مستمر ورايع للقاية، يتقدمهم ما يخاف ضاحي بن يمعة بن ضاحي هو اللي في المركز الأول، بينما يلي بالمركز الثاني نشوف هناك المركز الثاني براق سعيد بن نصيب بن لاحد خليفة بن سعيد بن سالم لينيبي على ثالث المراكز. نعود ولكن صامد ما يخاف، صامد رغم الضغوطات رغم المنافسة. ضاحي بن يمعة بن ضاحي الله أشكرك على هذا الصمود وهذه الانطلاقة الجميلة والرائعة. ولكن هنا شاهين أحمد بن مطر بن لاحج بدأ يخترق حاجز الصوت ويتسلل على المقدمة، ياخذ المركز الأول، يندفع على مقدمة الشوط. يا سلام يا سلام، ولكن ما يخاف لا زال في المنافسة في المنافسة. ضاحي بن يمعة بن ضاحي هو اللي في المركز الثاني، ولكن خلاص شاهين أعلن الفوز على هذا الانطلاق. تهانينا لأحمد بن مطر بن لاحج على هذا الفوز. المركز الثاني ما يخاف لضاحي بن يمعة بن ضاحي. المركز الثالث شاهين لا خليفة بن سعيد بن سالم لينيبي. هذه الثلاث المراكز. توقيت الزمني لهذا الشوط 4 دقائق و53 ثانية.